الأمانة من فترة طويلة ما قد سويت مقطع أخبار دسمة بزي دسامة اليوم، بدرجة ما في شيء فعليا أقدر أحمسكم عليه غير أنه أقدر أأكد وأقول المقطع هذا فعلا أخبار دسمة. استمتعوا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شلونكم؟ طيبين ومبسوطين؟ انا عارف غلطكم حيسال ليش احمد المقطع ما نزل امس ونزل اليوم. بكون معكم صريح، امس ما لي نفس فعليا اسوي اي شيء، وتوقع يمكن بعض الايام بتمر عليكم حالات زي كذا. ما علينا، حاب صراحه اطلب منكم طلب جدا بسيط في البدايه، ما عاد بقي لنا شيء على 400 ألف، اتمنى تشدون حيلكم شويه زياده في نشر المقطع، وخلنا نقول نشر القناة بشكل كامل حاليا. قبل لا نبدأ وزي كل مرة بذكركم الاشتراك واللايك، والأهم من هذا كله طبعا النشر. خلونا نبدأ. وأخيرا الإعلان عن لعبة Ghost Recon الجديدة باسم Break Point. صراحة من التريلر واضح اللعبة واعدة، وخاصة نحن افتقدنا صراحة العاب خلنا نقول الثيرد بيرسون شوتر، لانه اغلب الالعاب فيرست بيرسون شوتر والمنظور الداخلي مو المنظور الخارجي. ما علينا، فكرة اللعبة بكل بساطة انها تتكلم عن جزيرة غامضة باسم أوراوا. طبعا بيرسلوك بعد كذا انك انت تحاول تروح الجزيرة هذه وتشوف ايش قاعد يصير، لكن الصدمة انه حتقابل ناس كانوا فعليا معاك جنود، او كانوا جنود سابقين محترفين حاليا هم اعداءك. صراحة تحس كذا اشكالهم من التريلر انتو شايفينه كانوا ماخذين فكرة ديث ستراندنج والشخصيات اللي موجودة فيه. بشكل عام هذه الفئة او هذول الجنود تخصصهم انه بيحاولوا يستولوا على شركه موجوده في هذه الجزيره بتصنع الات واشياء تكنولوجيه جديده، فهنا تبدا انت مهمتك. لكن الصدمه فين؟ انه انت وقت ما انت رايح للجزيره انت بتشوف ايش موضوع الشركه هذه، بعد كذا يصير عليك هجوم وتطيح، تكتشف بعد كذا انه هذول جايين كمان يبغوا نفس الشركه اللي انت رايح عشانها. تبدا من هنا بعد كذا المغامره. الفرق بين الجزء هذا والجزء اللي قبله Ghost Recon انه هذه المره ما راح تكون انت اللي تطارد وانت اللي تهاجم، لانه هذه المره حتكون انت اللي مطلوب وانت اللي حتكون فريسه، فبالتالي في صيادين كثر حيطاردوك بنفس امكانياتك وبنفس قوتك. فهنا بيقودنا كمان على موضوع انه هل اللعبه تحتاج فعلا اونلاين او لا، وللاسف قالوها انه حتحتاج اتصال دائم، يعني لازم تكون اونلاين طول الوقت بغض النظر حاب تلعب مالتي بلاير او لا. غير كذا انه حيكون طبعا في كو اب، وحيكون في مالتي بلاير، حيكون في كل شيء، وحيتوفر من بدايه اول يوم صدور للعبه بالاضافه للغه العربيه. النقطه اللي واجب ذكرها انه في حاله انك انت حبيت تلعب لحالك للاسف حيكون معك درون واحد تقريبا، هذا اللي انا فهمته، بس ما راح يكون معك جنود يساعدوك او الذكاء الاصطناعي، يعني ثلاث اشخاص اللي معك زي Ghost Recon اللي قبل ما راح يكون الوضع زي كذا، حتكون لحالك وحتستمر في اللعب. ليش؟ لانه بكل بساطه كانت في عالم على كلامهم يستغلوا النقطه هذه في انهم يدبلوا الاكس بي والامور هذه في الجزء اللي قبله، كان التحدي ضعيف، الان يبغى التحدي يكون اقوى. طبعا اللعبه اضافوا فيها ميزات كثير جديده، من اهمها بالنسبه لي واللي شفته حركه الطين، ولو انه حسيت فيه لقطات كثير من فيلم بريدتور، اذا انتم عارفينه احط لكم صورته. المهم فصراحه فكره انك تحط الطين على جسمك على اساس انك تحاول تختفي من قدام الناس، لانه اغلب الجنود اللي ضدك بيستخدمون منظور حراري، من الامور هذه كلها صراحه خرافيه، غير موضوع المخيم والامور الثانيه. اللعبه صراحه جدا موعوده، ننتظر نشوف لها كمان جيم بلاي اكثر، لا تنسون كمان حيكون لها بيتا، والاهم من هذا كله ان اللعبه حيتم توفرها ان شاء الله على جميع الاجهزه المنزليه بما فيها البي سي في يوم 4 اكتوبر من هذه السنه. بالنسبه لملاك البي سي الى الان بنعرف انه حيكون في متجر يوبيسوفت الخاص فيهم، بالاضافه لمتجر ايبك، ما نعرف على ستيم هل حتنزل او لا، او ممكن حصري مؤقت ما ندري. على العموم اللي يبغى تفاصيل كمان النسخ والامور هذه كلها حتحصل روابط عندكم في الديسكريبشن لموقعنا. مصدر مجهول في موقع ريدت، وهذه نقطة لازم كمان انتم تعرفوها. موقع ريدت من المواقع اللي اي احد يقدر يسوي حساب وينشر اي اشاعة او اي كلام، فلا احد يجي على باله انه لما يقول لك والله قالوا في ريدت معناته خبر صحيح، فحاب اذكر بس على النقطة هذه. طبعا خبرنا بالنسبة للبلاي ستيشن 5 بكل بساطة انه احد الاشخاص في موقع ريدت يقول انه احد الاعلاميين اللي قريبين جدا منه حضر الايفنت الخاص بالبلاي ستيشن واللي كان مغلق، واللي تكلموا فيه عن مواصفات البلاي ستيشن 5. للاسف بيقول على حسب كلامه انه ما راح يدعم الجهاز العاب البلاي ستيشن 3، لكن حيبدا من جهاز البلاي ستيشن
4 كدعم. اللي يبغى العاب بلاي ستيشن 3 واللي قبل حيكون بخدمه البلاي ستيشن ناو. الواجب ذكره انه قبل كذا احنا قد تكلمنا انه فعلا بلاي ستيشن سجلوا براءه اختراع، بناء على البراءه هذه واضح انه هم ناويين يشغلوا العاب القديمه، وحاليا واضح انه شكله مخطط بلاي ستيشن ما يبغوا يشتغلوا غير على البلاي ستيشن 4 كالعاب انك تقدر تلعبها على الفايف. ما ندري، ممكن في النهايه تطلع اشاعه، ممكن يكون الكلام صح، ممكن تكون في النهايه مفاجاه من بلاي ستيشن حاب انه ما حد يدري عن هذا الموضوع. ننتظر. برضو في تاكيد جديد كمان على البلاي ستيشن 5، وهذه المره على موضوع الشاشه اللودينج او التحميل. احنا تكلمنا قبل كذا في المقطع اللي على البلاي ستيشن 5 يعني انه حيكون الجهاز فرق بينه وبين حتى جهاز البرو من ناحيه سرعه التحميل، ودللنا بموضوع لعبه سبايدر مان انه في فرق في الثواني جدا كبير بينهم. لكن طلع انه بلاي ستيشن اصلا مخططهم انه ما يبغون شيء اسمه لودينج او حتى شيء اسمه شاشه سوداء تطلع لك نهائيه، يعني بضغطه الزر بتروح بضغطه الزر بتخش، ما يبغوا الموضوع هذا يكون باين قدامهم. وصراحه ما استبعد انه سوني تسوي الحركه هذه. لا ننسى انه بيستخدمون هارد ديسكات من نوع اس اس دي، ولا ننسى كمان انهم استولوا على شركه في الفتره الاخيره تخصصها هارد ديسكات، فمعناته حيكون الهاردوير من عندهم، فسهل عليهم انه يحطوا شيء يتوافق مع النظام بحكم انه سوفت وير وهاردوير من عندهم. بالنسبه للبلاي ستيشن 4 صراحه لو كان الكلام صح، ولو انه صراحه تيدكس من الاشخاص اللي دائما يعني ما شاء الله عنده مصادر قويه، اتكلم على انه التحديث الجاي للبلاي ستيشن 4 حيكون فيه خصائص جدا مهمه وننتظرها من فتره طويله، من ضمنها انك تقدر تهدي الالعاب، او تقدر خلينا نقول تهدي الواتش ليست او الامنيات، او خلينا نقول الالعاب اللي لسه انت حاطه حلوه امنيات اللي حاطه على اساس انك تبغى تشتريها في السله الخاصه فيك. برضو بموضوع التروفيات، كم باقي على التروفي عشان تطلعوا ايش اللي باقي لك اللي ناقص، يعني مثلا لو لازم تقتل 100 زومبي وانت حاليا قاتل 50، حتكون هذه الامور كلها باينه قدامك. الوقت المستغرق في كل الالعاب، يعني كم باقي لك عشان تختم اللعبه، مثلا لو اللعبه كان باقي لها 10 ساعات، يعني كل لعبه وكم ساعه عشان تقدر تختمها، مثلا لعبه 10 ساعات، لعبه 20 ساعه، كل الامور حتكون باينه. اخر شيء امكانيه تثبيت اي لعبه في الواجهه الرئيسيه بالشيء اللي يعجبك. كل التحديثات او كل الاشياء ذي الجديده ممكن نشوفها في الفتره الجايه، او ممكن يكون لها بيتا مغلق، بس اعطونا رايكم تحت بالنسبه لملاك البلاي ستيشن على كل الاخبار اللي تكلمنا عنها البلاي ستيشن. والان مع اخبار سريعه، لازلنا مع بلاي ستيشن، هذه المره مع الحصريه اللي ما ندري فعليا اذا كانت كمان حصريه، اللي هي لعبه ديث ستراندنج. وفي تغريده او صوره شاركنا اياها هيديو كوجيما، وزي ما انتم شايفينها قدامكم كلمه هيديو كوجيما جيم، وهذه بتبدا دائما في بدايه كل تريلر او مقطع بيبدا فيه في لعبه ديث ستراندنج، وهذا بيعزز احتماليه انه فعلا حنشوف ممكن اعلان او تريلر جديد او توضيح جديد للعبه. الواجب ذكره كمان ان لعبه ديث ستراندنج حيكون فيها طور اونلاين، وهنا على كلام طبعا برضو كوجيما في تويتر، بحيث انه ذكر بعض الخصائص اللي كانت موجوده في لعبه ميتل جير حتكون موجوده، من ضمنها طور الاف او بي اللي خاص بقاعده العمليات والطور التنافسي بين اللاعبين اللي هو البي في بي. واضح انه في افكار حيقتبسها كثير من لعبه ميتال جير في لعبه ديث ستراندنج. خدمه اي اكسس اخيرا حتوصل لجهاز البلاي ستيشن 4 ابتداء من شهر يوليو القادم يوم 7 من هذه السنه. طبعا اللي مو عارف ايش هي خدمه اي اكسس، بكل بساطه اشتراك تقريبا قيمته ما بين 4 الى 5 دولار امريكي بيتيح لك تلعب بالعاب جدا كثير من شركه اي اي، فصراحه حتكون صفقه جدا مهمه للناس اللي تهمهم العاب اي اي بشكل عام. في اخر بث مباشر لحدث ستيت اوف بلاي، واللي صارت تعتمد عليه بلاي ستيشن بانها تعلن عن كم لعبه، صراحه هي 3 العاب تقريبا او 4 العاب اللي جذبتني وحبيت اشاركها معكم. اول لعبه معانا اللي هي لعبه برودتور هانتنج جراوند، وطبعا هذه اللعبه فكرتها بكل بساطه 1 ضد 4، مقتبسه من نفس الفيلم. ففكرتها انه زي ما انتم شايفين بالتريلر حتكونوا 4 لاعبين وتحاولوا تصيدوا البرودتور اللي كمان حيكون لاعب من الاونلاين. اللعبه حيتم اصدارها بشكل حصري على جهاز البلاي ستيشن 4 في سنه 2020. اللعبه الثانيه معانا لعبه الجيل الطيب ميد ايفل، واللي واضح اخذت تحسينات وجوده وصراحه شكلها جدا جميل. طبعا اللعبه حيتم توفرها في يوم 25 اكتوبر من هذه السنة. اللعبة الثانية اللي معانا باسم Away the Survivor Series، ان فكرة اللعبة انك حتلعب بحيوان باسم شوجر جليدر، يمكن بعضكم حيعرفوه، او بالعربي طائر السكر، واللي حاول ينجو فيه من عالم
أصابته الكوارث وبيحاول ينجو بحياته كمان من الحيوانات الممكن تحاول تصيده. الفكرة صراحة جدا رهيبة. أتوقع أنه هذه اللعبة حتكون من مشترياتي. اللعبة حيتم إصدارها على جهاز البلايستيشن 4 والحاسب الشخصي من خلال منصة ستيم، لكن للأسف ما شاركونا أي تاريخ إطلاق. برضو كمان أعلنت بلايستيشن في هذا المؤتمر وبعد سلسلة من التلميحات من شينجي هاشيموتو عن لعبة فاينل فانتسي 7 ريميك، وشاركونا أخيرا جيم بلاي للعبة اللي صراحة تغيرت بشكل كامل جدا. طبعا ما اعطونا تفاصيل اكثر من اللي انتم شايفينه، لكن اللي نعرفه وحسب كلام سكوير انكس حيكون لهم تواجد ان شاء الله في E3 وحيشاركونا كمان تفاصيل اكثر. لعبه ببجي هذه المره، على انه التحديث الجاي ان شاء الله لعبه ببجي حيكون فيه سيرفرات خاصه بالشرق الاوسط. متى حيتوفر هذا التحديث اللي حنشوف فيه السيرفرات هذه؟ واضح انه شكله قريب جدا، لانه صار لهم فرع تقريبا في الشرق الاوسط من فتره، وبالاضافه لا ننسى كمان في الامارات في سيرفرات، فممكن استفادوا منها وحنشوف التحديث او حنشوف السيرفرات هذه خلال الايام الجايه او الاسابيع القريبه جدا. جوت اوف ديوتي بالضبط اسمها، واضح انه كانه تلميح للعبه كول اوف ديوتي. طبعا كشف استوديو 34 بيج ثينجز اس ار ال اللي كان معروف بلعبة جوت سيميليتر. طبعا اللعبة فكرتها بكل بساطة صراحة هنا الوصف يكون شوية غريب. في البداية قالوا صاروخ نووي، بعد كذا قالوا لا شكله مو ضابط الموضوع، صار شيء غريب، بعدين قالوا لا خلاص تدري عبارة عن عنزات قاعدين يتضاربوا مع بعض وبس. هي دي الفكرة بكل بساطة. صراحة وصفهم جدا غريب لقصة اللعبة، وزي ما انتم شايفين اصلا اللعبة كلها بكبرة تحسوا انها غريب. شركة EA ناوي تنزل لعبة ايبكس ليجند، لكن هذه المرة على اجهزة الجوالات، وعلى كلامهم انهم من فترة طويلة هم قاعدين يشتغلوا مع حكومة الصين على اساس انهم يطلعوا في مفاوضات او ينجحوا في مفاوضات طرح اللعبة في اسواقها، بالاضافة انه على كلامهم وصلت المفاوضات لمستوى متقدم جدا، وبعد كذا حتنزل اللعبة. فمعناتها مسألة وقت وحتنزل اللعبة فعليا، وحنشوف هل حتكسر قاعدة هيمنة ببجي وفورتنايت في الجوالات او لا. يشاع انه هذه اليد الجديدة الخاصة بجهاز الاكس بوكس، طبعا حيكون فيها شاشة في واجهة الكنترول نفسه على اساس انها تقرأ بصمة اللاعب، وفي نفس الوقت يقول انه كمان في الخلف زي ما انتم ملاحظين نفس ايادي الاليت اللي هي الازرار الاضافية اللي ممكن تضيفها خلف الكنترول. ويشاع كمان انه هذه اصلا اللوحة بتساعد على انه اليد تطول من ناحية الشحن لفترة اطول ممكن، بالاضافة حتبين لك كم من الوقت تحتاج اليد الى ما تحتاج انك تشحنها، مع اشياء كمان ثانية. E3 جدا قريب وحنعرف التفاصيل هذه كلها في الغالب وقتها. لعبة اساسن كريد الجديدة اللي مسمايها براجن روك، طبعا فكرتها بكل بساطة حتكون فايكنج وحسب الصور اللي انتم شايفينها قدامكم، وهذه المرة حتكون عبارة عن مماليك او 5 مماليك، وكل مملكة لها اشياءها الخاصة فيها. المماليك حتكون عندنا بريطانيا، السويد، الدنمارك، فنلندا، والنرويج، واخر شيء حيضيفوا ايسلاند، لكن في اضافه ثانيه منفصله. كل مملكه حيكون فيها مستعمرات وقرى، حتشتغل مع هذول الناس على اساس انك تاخذ منهم فلوس وتظبط فيها طبعا اسلحتك وحوستك ودنيتك بشكل عام، زي ما شفنا في لعبه ذا ديفيجن. الصقر كمان حيرجعوه، التعديل على الاسلحه حيكون كمان اعمق واكبر على كلامهم خاصه في هذا الجزء بالتحديد. من الميزات كمان الجديد انك حتقدر تغير ملابسك في وسط اللعب بحيث انه يساعدك في التنقل بين الممالك بشكل اسهل، ولا ننسى كمان صراحه لو توفرت هذه الاضافه حتكون جدا جميلة، واللي هي انه حيقدر صاحبك او احد يدخل معاك وتلعب وتستمتع في عالم اللعبة زي ما شفنا قبل كذا في جزء يونيتي. فتخيل احد يدخل معاك وتتمشى في ذا العالم المفتوح، ما اتوقع في شيء احلى من كذا. ختم المصدر انه اللعبة حتتوفر في سنة 2020، فما ندري. احد المطورين السابقين في شركة روكستار كان حاط نسخة انه اشتغل على نسخة البي سي للعبة ريد ديد ريدمشن 2. الفكرة احنا ما نعرف انها اذا فعلا حينزلوها على البي سي او لا، لكن الاغلب يتوقع انه من هذا التسريب بالتحديد، لانه صراحة لو تيجي تشيك حسابه بعد كده شالها، فممكن انه فعلا حتنزل اللعبة على البي سي في فترة ما ادري للامانة روكستار حتسوي الخطوة هذه او لا، لانه ما سوتها مع ريد ديد ريدمشن 1، وفي نفس الوقت حسب كلام قد تكلمنا عنه قبل كذا انهم متضايقين من نوعية التسريبات اللي دائما تطلع بسبب البي سي، خاصة من ناحية القصة والامور هذه كلها والحرق اللي قاعد يصير، وصراحة انا صرت متضايق منها فعليا. في الجهة الثانية في كلام كثير طالع انه روكستار فعليا شغالين على مشروعين، وبالنسبة للناس اللي تسأل على إشاعة انه هل روكستار حتتواجد في معرض E3،
للاسف ما اتوقع انه حيسوون الخطوه هذه، لانه من شيء واضح من تاريخهم ما قد حضروا معرض اي 3 تقريبا الا على ايام 2002 2003 حاجه زي كذا، الايام لعبه ذا ووريز او المحاربين. فبعدها اتغير سياستهم بشكل كامل، وزي ما انتم ملاحظين وانتم في الفتره الاخيره فعليا مو محتاجين لمعرض اي 3، وخاصه كمان مو متواجد بلاي ستيشن، فالموضوع صار كذا اصعب واصعب. نرجع لموضوع اللعبتين اللي شغالين عليها كل العالم، او خلينا نقول تسريبات كثير بتتكلم انه فعلا روكستار شغالين على لعبتين بس ما هي معلنه. بعض الحين بتطلع تسريبات لعبه بولي 2، بعض الحين بتطلع تسريبات للعبه جي تي اي 6، وقبل فتره كان يطلع تسريبات او كلام عن لعبه اجنت اللي حتكون حصريه للبلاي ستيشن 3، او هذا اقلها اللي واضح حتى في موقعهم الى الان. في لعبه كمان رابعه للامانه بس ناسيها، يمكن بعضكم حيفتكر تكلمنا عنها قبل كذا، بس على العموم لها علاقه بالنبي عيسى، في شخص اتوقع خانه، فاللعبه جايه على الاسم نفس الشخص هذا الخاين، فماني فاكر الامانه، يمكن بعضكم من المتابعين زمان تكلمنا على هذا الموضوع لانه تسجل قبل كذا كاسم او براند في الموقع الخاص بالبراندات او الماركات، بس لا احد ياخذ الاسم، فممكن تكون لعبه بالنهايه ما لها علاقه بالثلاث الالعاب اللي تكلمنا عنها ممكن في اللعبه دي الاخيره. فهذا كل التسريبات تقريبا اللي طالعه في الفتره الاخيره عن روكستار، حتكلم عنها في مقطع منفصل ثاني، حنتكلم عن اشياء ثانيه بتخص روكستار وتوجهاتها في الفتره الجايه، الواجب ذكره في مقطع ثاني في نفس اليوم عن لعبه ريد ديد ريدمشن والتحديث الاخير. يعطيكم العافيه على المتابعه، الاشتراك واللايك ولا من هذا كله النشر، معليش على الاطاله بس هذا الوضع. دسم، مع السلامه.